نعم، يبدو أن الهدوء الذي كان خلال الأيام الماضية هو الهدوء الذي يسبق العاصمة، باعتبار أن تصعيد الآن بات على طرفين. الجانب الإثيوبي حشد ميليشيات وحشد الجيش الإثيوبي، رغم أن التصريحات المسؤولين الإثيوبيين أن الجيش الإثيوبي لا يتدخل في الإشكال الموجود الآن على الحدود في منطقة الفشقة التي فيها خلاف حدودي قديم بين السودان و إثيوبيا، لكن هذا التصعيد يشير إلى أن إثيوبيا ربما تحاول أن تفرض بسياسة الأمر الواقع هذا الأمر الذي الآن. ويلاحظ التصعيد في إثيوبيا مرتبط بمنطقة أخرى غير منطقة الفشقة الحالية، هناك تصعيد في منطقة بني شنغول، هناك تصعيد في منطقة التيغراي خاصة بعد انتهاء المعارك، لكن نعم. ما زال الجيش مركز في المنطقة بشكل كبير. في الجانب السوداني لا يمكن أن يقف الجيش السوداني مكتوف الأيدي، والجانب الإثيوبي يحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع. لذلك الجيش السوداني الآن على الجبهات الأمامية وأعد العدة جيدا للرد على أي هجوم إثيوبي متوقع. طيب دكتور، يعني مع هذه التجاوزات التي وصفت يعني بالخطيرة من قبل الحكومة الإثيوبية سواء في إقليم تيغراي أو على الحدود بين السودان وإثيوبيا، يعني ما الدور المطلوب اليوم من الاتحاد الإفريقي، من المنظمات الدولية المعنية بهذا الصدد؟ على ماذا يعني يجب أن تتصرف بهذا الخصوص؟ المطلوب أولا من الجانب الإثيوبي هو احترام الحدود المرسمة بين البلدين. الحدود السودانية الإثيوبية مرسمة منذ 1902 على يد خبير بريطاني معروف أيام الإمبراطور مينليك الثاني في إثيوبيا وأيام الاحتلال البريطاني للسودان. فإذا لا خلاف حدودي حول هذه المناطق، لكن الخلاف الآن هو حول إعادة تعيين مناطق الحدود بسبب طول المدة. أيضا هذه المنطقة إثيوبيا تعلم، وكل الحكومة الإثيوبية نفسها اعترفت أن المزارعين الإثيوبيين يدخلون إلى الأراضي السودانية، باعتبار أن المنطقة الإثيوبية المتاخمة للحدود مع ولاية القضاري هي منطقة جبلية الزراعة فيها قليلة، ولكن الأراضي السودانية هي أراضي خصبة وأراضي سهلية وتسهل فيها الزراعة، ولذلك يدخل المزارعين الإثيوبيون في كل مرة ويقومون بالزراعة في هذه المناطق، وهم يعلمون أنهم يدخلون في أراضي سودانية. لكن الجديد هو أن إثيوبيا الآن بدعم من الجيش وبدعم من ميليشيات إثيوبية تقف مع المزارعين الإثيوبيين، وقامت أيضا بإقامة مستوطنات و نعم. أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية الدكتور محمد خليفة صديق، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من الخرطوم.